السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم عندي لكم وصفة رائعة، أومليت بشكل جديد. ندمت لي كنت نحضرها بالطريقة العادية حتى جربت هذه الطريقة الكورية، رائعة جدا لأنها صحية. غادي ندوزو الآن للمقادير. إذا الأومليت ديالنا كيتكون من بيضتين، كاس إلى ربع ديال السميد الرقيق، كاس حليب، عندنا ملعقة كبيرة ديال المعدنوس او البقدونس، عندنا هنايا الملفوف او الكرومب، وعندنا هنايا قرعه خضراء محكوكه، عندنا جزره محكوكه، عندنا بصله مقطعه قطع صغيره. بالنسبه للتوابل عندنا الكركم، الزنجبيل او الزنجبير، الفلفل الاسود او الابزار، شويه الملحه، وعندنا هنايا ملعقه صغيره ديال خميرة الحلويات. إذا ندوزو طريقة ديال التحضير.